طيب. هل تقبيل المصحف عند رفعه للتلاوة يعتبر من النصيحة والتقديس لكتاب الله أم تشبيه بالنصارى في تقبيل ما يعتقدون به؟ تقبيل المصحف لا يعلم له أصل. تقبيل المصحف الشريف لا يعلم له أصل وليس بالمستحب، إلا أنه يروى عن عتبة بن أبي جهل أنه كان يقبله ويقول كلام ربي، هذا يصح، فهو من باب الجواز، من باب يعني تعظيم القرآن فقط، هذا يصح عن عتبة، ولا نعلم له أصلا الحادث أن عتبة رضي الله عنه، لكن يصح عنه، فهو من باب تعظيم القرآن إذا قبله من أجل التعظيم فقط لا لأجل أمر آخر، ومعنى حب من محبة القرآن والتعظيم فلا بأس، فتركه أولى، يكفي العناية به عملا وتلاوة، القرآن أنزل مو مجرد أن يقبل أو يحفظ الصدر أو في الدولوب، لا، مجرد يعمل به. يثرى محبة الله لكلام الله وطلب الاستواره ويعمل به يترك النواهي وفعل الاوامر البقيه. طيب شكرا، بارك الله فيك.